نحن متعنينا الكبة كثير كثير، ما بنحسن بلا هذا طاول طاول، كل يوم هيك كبة تبلة، وهي محمرة كثير بنحطها أساسية ما بنحسن بلاها، كل سلقين ما بس نحن. كل سلقين تجوا 20 قليدة، بنضمها بالخيط وهي بنعملها، المحمرة بنديرها كمان بالماكينة، هي من خبز فليفلة بنقلها. قديمة قديمة عن جداد جدادنا، ما هي إنه أيوه عن جداد جدادنا وأبهاتنا ونحن أخذناها نحن هلا من الهبر على الجرن وكذا وجبل أنا مسلقي بيت حاج أمين منهل حاج أمين أمين كل يوم نعمل كبة محمرة يا تبلة نعناع بقدونس خاص ملفوفة وبصل وبندورة بندهكها بنحط لها دبس رمان زيت وبعدين منلوشة هيك ونحطها بالزورة تبولة سلقينية الكبة مادة أساسية عنا بشهر رمضان الفضيل ما بنستغني بلا يعني يوم يوم لا بنعمل كبة نار تبلة نار ايه وتابع لها مثلا أكل مسقعة بانجون أو كوسة أو شيخ المحشي كذا من الفلافلة كمون بصلة هبرة وبرغل بنقول لك بنية درناها على الماكينة ندير الفلافلة والبرغل والبصلة والكمونة ونحطها بعدين ندهك على الأصعة كل أكلة بدنا نعمل كبة ما بناكلها لحالها إلا كبة أكثر من رز الرز ما بنطبخه زيادة إذا ما حاشي أو مقلوبة أو كبسة ما هي كل يوم كبة لفة كثير بنحط ليه ليه عبي ثلاث شيت من شدايك أو النادر هيك عبيهم من عرقه من هيك من شيله ومن يبس على المصابة وعبيه بتناتي وشيله لا هلا من هلا اعطيني عمر لا تجي الفلافل للصيف ونضل له كفية لا تجي الفلافل الأساس هي كبة سلقينية أيوة كل محافظة اللي بجمالها بس بجمالها سلقينة غير ناكلها بشكل خاص حد زيادة ايوه حمراء ايه متولعين كثير فيها بشهر رمضان يعني وغير شهر رمضان بنستعملها يعني ما في اسبوع الا ما البيت بيعمل كبه نيه